أقدم اليوم تقريراً الموضوعاتي حول فعالية الحق في الصحة، وهو المشروع الذي كنا أطلقناه مع عدد من الشركاء منذ أكثر من سنة. طبيعة الحال التقرير يثير 8 تحديات رئيسية بخصوص التي يعيشها قطاع الصحة، وسجلنا أو اعتمدنا 5 رهانات أساسية نصب منها إلى إعادة يعني الحكومة أن تقوم بإعادة بناء نظام صحي وطني، و5 مداخل رئيسية لتعزيز فعالية الحق في الصحة. 5 مداخل أولها إعادة النظر في تدبير وحكامة القطاع للصحة، إعادة النظر في التكوين و البحث العلمي ذات صلة بالصحة، كذلك العلاقة ما بين القطاع الخاص والقطاع العام في إطار كخدمة عمومية تقدم للمغاربة، كذلك الصحة التغطية الصحية الشاملة ومجال النظام ديال الوقاية في مجال الصحة. طبيعة الحال التقرير يقدم كما سترون أكثر من 100 توصية واضحة ذات صلة بكل مدخل من المداخل وبكل رهان من الرهانات الـ5. طبيعة الحال هذا في هذه الرهانات